كيف تحولت فاروشا من لؤلؤة قبرص إلى مدينة أشباح مهجورة؟ تقع مدينة فاروشا على الساحل الشرقي لجزيرة قبرص، وهي ضمن أراضي جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا. كانت فاروشا حتى عام 1974 مدينة سياحية من الطراز الأول، نظرا لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، حتى أنها كانت تسمى لؤلؤة قبرص. لكن في ذلك العام تحولت إلى مدينة أشباح بعدما اجتاحها الجيش التركي. وبعد الاجتياح التركي لفاروشا، قرر سكانها الذين كان يبلغ عددهم 50,000 نسمة الرحيل منها. ومنذ ذلك الحين أصدرت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة قرارات، منها أن فاروشا يجب أن تظل خاوية على عروشها. كانت فاروشا فيما مضى المنتجع الأشهر في قبرص، ومثلت إحدى أهم وأبرز الوجهات السياحية والترفيهية حول العالم، كما أن فاروشا كانت المكان المفضل لكبار فناني هوليود والأثرياء من جميع أنحاء العالم. تتمتع سواحل مدينة فاروشا بمياهها الصافية، كما أنها كانت تضم فنادق فخمة وصل عددها إلى 50 فندقا، بالإضافة إلى مرافقها السياحية وحاناتها ومطاعمها وملاهيها الليلية وأسواقها المتعددة. ولكن مع الاجتياح التركي للمدينة انطفأ كل هذا الوهج، ليحل محله الصمت الرهيب، وتصبح المدينة مهجورة وتوقفت فيها عجلة الزمن والحياة. اسم مدينة فاروشا مشتق من الكلمة التركية فاروش، وقد استخدم الأتراك العثمانيون كلمة فاروش كحي خارج القلاع. في أوائل السبعينيات كانت فاماغوستا الوجهة السياحية الأولى في قبرص، ولتلبية العدد المتزايد من السياح تم تشييد العديد من المباني الشاهقة والفنادق الجديدة خلال فترة ازدهارها، وحتى سيطرة الجيش التركي على المنطقة وتسييجها. ومنذ ذلك الحين لم يسمح بالدخول باستثناء العسكريين الأتراك وموظفي الأمم المتحدة. وفي غياب السكن البشري والصيانة لمدينة فاروشا، تستمر المباني بالإضمحلال مع مرور الوقت. وبدأت الطبيعة في استعادة أجزاء من المدينة بسبب تآكل المعادن وتحطم النوافذ، وبدأت النباتات تغرس جذورها في الجدران والأرصفة وتنمو في صناديق النوافذ القديمة، كما بدأت تظهر فيها الطيور والسلاحف والحيوانات الأخرى.